مهرجان داري الذي أصبح حقيقة واقعية لاستعراض مختلف الثقافات التشادية التي أثبت للعالم بأثره بأن التشاديين يعيشون في وئام وسلام فيما بينهم. فمن ضمن هذا الإطار فقد ركزت عدسة التلفزيون الوطني على الرقصات والألعاب الفولكلورية التي لفتت أنظار الزوار. ففي هذه الضفة تختلط أصوات ونغمات الطبولة، ولكن كل راقص يميز إيقاع ونغمة طبوله ويرقص وفقا لإيقاعه الخاص. هنا يشيد البعض الآخر بعرض هذه الألعاب الفولكلورية التاريخية التي تذكرهم بماضيهم المجيد. فكرنا دم البكونة ذاته، كيف فكرنا البلد هنا يا أخي. الحمد لله وداب رما تعيش السلم ده، وكلنا كانوا كنا على الوحدة سوا. ده تاريخ واحد، ده من جمالنا ثم ما أدري ما شفنا ذاته. اليوم جينا شفنا بأن الشغل سمع مرة عجبان. نحن كيفنا شديد، ثانياً عندنا اليوم ده كان احتفال على سيرة، وجينا وعرضنا يعني ثقافتنا وتراثنا على سيرة. هكذا تستمر الألعاب في أحضان ساحة الأمة التي باتت رمزاً للالتقاء الأمة التشادية كل عام.